بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجد
ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الأكرم الذي علم بالقلم بالقلم علم بالقلم علم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. الفاتحة. الله عليك يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. وهكذا يا اخوتنا اخوات الإيمان والإسلام ختمت هذه الليلة القرآنية المباركة ختمت بهذه النفحات الطيبة التي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرم
مقارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، كل الذي شرف مصر في المحافل الدولية، ابن محافظة العربية والمقيم بمدينة القاهرة، نقلة وزيعة على مسامح حضرتكم من إحدى وحدات الإذاعة المحلية، الهندسة الكهربائية الكبرى ومخازن فراشة الكبرى الحديثة وقصور الضيافة المتنقلة وطاقم الخدمة والضيافة، فتتلى من أولى وكبرى وفخر فراشة محافظة الإسكندرية صاحبها المتوكل على الله حج زكي إبراهيم مقيم بحي الجمرك شارع أبو الملاح خلف ابن خلدون. إخوة الإيمان والإسلام، في ليلة عزاء وتكريم المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم عم الحج صابر أبو هبش، تقدم كل من الحج عماد صابر أبو هبش والحج فرج الله أبو هبش وجميع عائلات أبو هبش جميعا وأقاربهم وأنسابهم، تقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى كل من تقدم إليهم بالعزاء، وشكر الله سعيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله. انت المشكرة.